السر الحقيقي ورا حادث جامعة القاهرة وانتحار القاتل. من يومين صحينا كلنا على واحدة من أكتر الحوادث المأساوية والحزينة والصادمة اللي حصلت في مصر في الفترة الأخيرة، يوم الأربع الصبح في مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار بجامعة القاهرة. كان في موظفة بالكلية في رعاية الشباب اسمها نورهان، عندها 32 سنة، ضربها زميلها أحمد اللي عنده 35 سنة بست طلقات من مسدسه في قلب الجامعة. أكيد دلوقتي بتسأل نفسك إزاي دخل الحرم الجامعي وهو شايل في جيبه مسدس، وإزاي ما عملش حساب لأي حد من الأمن اللي بيكون موجود على البوابة. هقولك إن المتهم بيشتغل هو كمان أخصائي في رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة، فطبيعي واخد على الأمن وعارفينه وكان متأكد إنه مش هيتفتش. سبق واشتغل مع الضحية في المكان اللي بتشتغل فيه، لكنه كان بيتنقل من وقت للتاني لأماكن شغل مختلفة لسوء سلوك. الضحية حاول زمايلها انهم يسعفوها بأسرع وقت ونقلوها المستشفى الطلبة، لكن طبعا الست ماتت في المستشفى على طول. والمتهم بعد ما عمل عملته فضل ماسك سلاحه بيهدد اي حد هيقرب منه انه هيضربه بالنار، وطبيعي الكل هيخاف منه في وقت زي ده لانه مش متخيلين اللي ممكن يعمله ده لسه قاتل واحدة. ركب العربية بتاعته وطلع من باب الجامعة بمنتهى الهدوء. طيب اكيد بتسأل نفسك هو ليه عمل كده يعني؟ السؤال ده هتلاقي القصص المنتشرة بتجاوب عنه، بتقول انه كان بيحبها وعايز يخطبها، ولما تقدم ليها هي رفضته وعمل كده فيها بدافع الانتقام انه ازاي يترفض منها. بس القصة دي طلعت مش حقيقية ولا ليها اساس من الصحة اطلاقا، وبالفعل نفاها ابو نورهان ونفاها زمايلها. طيب هيفضل برضو السؤال، هو ليه عمل كده مع نورهان؟ ايه الدافع اللي خلاه يقتلها؟ القصة الحقيقية هي ان الشخص ده كان اشتغل معاها قبل كده في نفس الادارة، واحنا قلنا لكم قبل كده انه معروف بسوء سلوكه في اي مكان بيشتغل فيه. وفي مرة هو شغال مع نورهان حصل مشكلة بينه وبين المدير، وهي طلبت الشهادة فشهدت وشهادتها كانت ضده، فحرق لها عربيتها وهي مركونة تحت بيتها. وقتها اخد حكم بالحبس 6 شهور، نقلوه من الادارة خالص، فحس ان الموضوع بقى طار شخصي. ولما المباحث فرغت تليفون الضحية اكتشفوا ان المتهم كان بقاله اسبوع بيبعت لها رسائل بيهددها فيها وبيقول لها انه هيخلص عليها وهيقتلها. ايوه، اسبوع كل يوم تصحى الصبح تقفل المنبه وتشوف رسالة من الاستاذ احمد نصها كان صباح الخير يا نورهان هقتلك. الحكاية بقى بتنتهي كده وخلاص؟ لا طبعا. احمد بعد ما ارتكب الجريمة وركب العربية قرر انه يبعد شوية عن القاهرة، وصل لمطروح وقفوه في كمين وطلبوا منه الرخص والبطاقة، فجأة راح مطلع مسدس وضرب نفسه بالنار.